بالنسبه للنطق هاكد ان ذا لو جه بعديها حرف متحرك هننطقها ذي. اوعى تقول ذا انترنت ولا ذا اوبريشن على العمليه ولا على المصريين ذا ايجيبشن. ذي لو جه بعديها حرف متحرك the internet, the operation, the umbrella, the Egyptians. لو عايز اقول مثلا كلمة اولها حرف A برضه تبقى ذي the American English. لما تنطقها ذا بيبقى حاجة صعبة قوي. للأسف ناس تقولها ذا على طول وفي ناس معلقة ذي على طول طالبة معها ذي على طول. ده غير بقى اللي بيقولوها بالزد the book and the umbrella and the يا نهار ابيض. فوت حرف البي في الابجدية وادخلها على حرف السي. حرف السي لو جه بعديه I أو E أو Y بيتنطق S زي كلمة cinema زي كلمة center زي مثلا mercy mercy يعني رحمة أو cycle cycle cycle. خلي بالك ان في حالات كتيره جدا جدا حاجه 90% يعني لو حرف السي جه بعديه حرفين متحركين هيتنطق شين. والله يعني كلمه مثلا اجتماعي social social كلمه كفء ذو كفاءه يعني efficient efficient كافي زي enough كده sufficient sufficient. خلي بالك من الكلام ده تابع بقى الاولانيه دي اللي جايين دول هتظبط نطق كويس جدا جدا. دي اول نجمه عندنا. النجمه الثانيه نجمه التركيب. اتكلمنا المره اللي فاتت في البريزنت سيمبل قلنا اي جو يعني بروح عاده I've been going يعني كنت ولا زلت اذهب فاكرين I've been فاكرين has been. المره دي هنظبط at و on و in. at حرف جر تخصص يجي مع الساعه يعني مثلا الساعه 7 الصبح at 7 am الساعه 10 بالليل at 10 pm دخلها في وسط الجمله كده right see you every day at 8 am الساعه 8 الصبح. لو قلت إن ولا قلت أون هيبقى وضعك دوليا صعب جدا. أون بقى بتيجي مع اليوم. I don't work on Friday. بالراحة. I don't work. I don't work. مش don't work. I don't work on Friday. مش شغال يوم الجمعة. طب رجعت في كلام كنت شغال يوم الجمعة خلاص. يعني I work on Friday. برضو أون. يوم الاثنين ويوم الأربعاء. On Monday and on Wednesday. أون. أون تخصص أيام. مش لازم يعني الأيام الأسبوع دول يعني عايز تقول مثلا يوم عيد ميلادي. On my birthday. On my birthday. إن بقى أي حاجة أكبر من كده يعني عندك أسبوع شهر فصل من فصول السنة شغال كله إن في الربيع إن سبرينج شهر أربعة إن أبريل سنة 1999 إن 1999 يبقى عندنا آت للساعة أون لليوم إن أكبر من كده يعني عايز أقول بقى حوالي مش عارف اسمها about about أرجوكوا مش about about على وزن وفعل لأ about about يعني مثلا الوقت خلص الطبق بتاعه في حوالي دقيقة تقريبا so he finishes dish in about a minute بالراحة خالص كده in about a minute in about مش about اوكي okay. ايوه in about a minute قول يا حاجه معانا ايوه in about a minute ما شاء الله تمام كده. كل حلقه بنعمل جمله نتدرب عليها تدريبات للسرعه تدريبات للطلاقه. واحد يقول لي الجمله دي اللي هتيجي فين انت داخل امتحان الجمله دي بس حاجه تمشي لسان يعني تدريبات سرعه زي اللياقه كده. لو انا المصريين بيقضوا ساعات طويله على الانترنت the Egyptians spend a lot of time on the internet. نحلل الجمله دي وايه اللي هيتعمل فيها بالظبط عشان الدنيا تبقى سريعه انسيابيه. The Egyptians ذا ولا ذي؟ ايوه برافو شايفك ايوه كده. The Egyptians spend a lot of time spend a lot of time spend الان دي بتبقاش دي باينه قوي بس هشرح قدام ليه. Spend a lot of time on دايما on تيجي مع وسائل الاتصالات on television on the internet ذا ولا the internet برافو برافو تبقى on the internet. الجمله هقولها بالراحه وازود السرعه بالتدريج وقولوا معايا يبقى The Egyptians spend a lot of time on the internet عايزها كلها انسيابيه كده تدفق. The Egyptians spend a lot of time on the internet بالراحه. The Egyptians spend a lot of time on the internet. About that, any? The Egyptians spend a lot of time on the internet. اظبط معايا الجمله دي. ندخل بقى على شويه كلمات كده. النجمه رقم 5 ستايل. لما حضرتك تستاذن حد بادب كده ودبلوماسيه تقول له ممكن تمضي لو سمحت هنا المدير بتاعك. ناس كتير للاسف تستخدم كان. تدخل على الراجل برنس كده وقاعد تقول له كان يو ساين هير. تعرف يا جماعه كان يو دي انت كده بتتحدى ان انت كده بتقول له حضرتك بتعرف تمضي ولا انت تدخل يعني داخله فورمال كده ما تقولش كان يو ابدا كان يو معناها تقدر اسمها وود يو سير وود يو ساين هير بليز وود يو ساين هير بليز وود يو كام وود يو جو وود يو اوبن وود يو كلوز وود يو كان يو يعني تقدر لان كان انا بساله كان يقدر ذهنيا او جسديا فما ينفعش الواحد كان يو ساين لان هو اكيد بيعرف يمضي اسمها تسمح. طبعا لو لغه عاميه ومع واحد صاحبك يعني الدنيا هتبقى بقى ولا كان يو ولا وود يو يعني هات مثلا هات الكتاب جيف مي ذا بوك مان عايز تحط بليز طبعا ده كده كده يعني شيء جميل انك تقول بليز يعني هي براذر جيف ذات تو مي لكن طبعا رسمي وود يو كود يو برضه جامده ها ده جزء ستايل مهم جدا. ثانك يو سو ماتش اشوفكم ان شاء الله المره الجايه اوكي تيك كير.